يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقرأ في تفسير الجلالين من دون طهارة؟ تفسير لا بأس، تقرأ تقرأ التفسير من دون طهارة، إن التفسير ليس قرآنا إنما هو كلام المفسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو قصده إمساك، قصده إمساك الكتاب وعلى غير طهارة، هل هو مصحف ولا ما هو مصحف؟ كان هذا قصده. فإذا كان القرآن صفحة كاملة بحدودها وتفسير على الهواء، مش على مصحف، ما يجوز تلمسه إلا على طهارة. أما إذا كان القرآن مفرق مع التفسير مثل تفسير ابن كثير، فهذا يجوز تقرأ وأنت على غير طهارة، لأنك ما تقرأ، ما تمسك المصحف، تمسك تفسير. نعم.